وأول يوم بحياتك الجديدة، يعني الإصدار الثاني من حياتك. واجهتي مشاكل بالشوط الأول، بس بالشوط الثاني أكيد رح تنجحي. نحن لازم نحتفل. أنا بدي أعمل حفلة كبيرة، بدي أعمل كل شيء مشان أختي. مو اليوم ساشي، أنا ماني رايقة. خلينا نطلع مشوار رح خليكي تروقي، هذا شغلي أنا، واليوم بالذات أحسن من بكرة، مو بابا؟ إيه ابني، بنتي رح تتحسني إذا طلعتي، روحي روحي. امشي أختي، رح طعميكي أحلى فطاير مقلية اليوم. سوي الموتور على مهلك يا ابني. سعدنا، أنا رايح على الشغل. أنت ما فيك تضل اليوم؟ بنتك رجعت لك، رح تصير أقوى إذا ضلينا جنبها. بنتنا رجعت لنا سعدنا، بس يلي كان السبب وصلها لهالحالة هي لساته حر لحد اليوم. بدي شوف قضية الممنوعات، وقبل ما يصير أشيش ورق ضبان السجن، أنا ما راح أرتاح. وشو اللي لازم ساويه وما ساويه بهالخصوص أنا بعرفه منيح. لو سمحت بدي أقابل الضابط، عندي موعد معه. حضرتك المحامي أشيش؟ أي. تفضل. الضابط سلمني قضيتك واضطر إنه يطلع من شوي. قلي أستاذ، كيف بقدر ساعدك؟ بدي أقدم بلاغ، هدول الجماعة فاتوا على بيتي وخطفوا لي مرتي وابني. وأنت بتشك بحدا؟ ما في داعي للشك، بعرف مين اللي خطفهم. قلي الاسم. فاسوندرا سينغراتور. ليش عم تطلع؟ اكتب اللي قلته. أنا ما فيني أقدم بلاغ ضده. شو؟ ليش ما فيك؟ ألمك ناشف؟ فيك تستعير ألمي. القصة مو هيك أبداً، هي تعرضت لهجوم كبير، في عنا دليل بالفيديو. الموضوع مو مثل ما أنك شايفه، بالفيديو باين إنه مرت عمي عم تحاول تهاجم فاسوندرا راتور وهي معصبة ومنفعلة كتير. بس ليش هيك صار؟ شو اللي صار؟ مين استفز مرت عمي وليش؟ مين يلي حرضها؟ بالفيديو مو باين، في شاهد عيان شاف كل اللي صار. خالتي شيمتي، تفضلي احكي اللي صار، احكي لو سمحتي. الحقيقة إلا ما تبان، سونا كانت عاملة مراسم لابنها، ويلي اسمها فاسوندرا اجت لعندها على البيت، وصارت تستفز سونا، وسونا همها مكفية، وصارت تحكي على ابنها، لهيك فقدت أعصابها. ولو كنت مكان سونا كنت رح أعمل هيك وأكتر كمان، لأنه ما بصير تتهم ابني بشغلات ما صارت.